إن شاء الله راح نتكلم في موضوع مهم جدا بشكل اختصاري، وهو سؤال مهم جدا: هل تلعب العوامل النفسية دورا في التبول اللا إرادي عند الأطفال؟ راح نجاوبكم بشكل اختصار. يعني طبعا من النادر أن تلعب العوامل النفسية دور في التبول اللا إرادي. طبعا نتكلم احنا في الفترة الأولى، ولكنها بالتأكد من بعض البحوث التي أجريت في الفترة الأخيرة، هذه البحوث قالت أنها تلعب دور في حالات التبول اللا إرادي الثانوي. أما إذا كان التبول اللا إرادي الأولي، من النادر أن تحصل هذه الحالات. عندما يعود الطفل متحكم بالبول إلى بول في الفراش، خصوصا بعد وصول مولود جديد أو مشاكل عائلية أو مدرسية إلى آخره، أو بسبب الضرب المستمر عند بسبب الأم أو بسبب الأب، أو بسبب اللعب الكثير يتم ضرب الطفل وتعنيفه، أو التأثير في نفسيته، أو حرمانه من الحنان والحب، أو من حرمانه من أشياء محببة له، ممكن ترجع هذه الحالة بعد التحكم في البول. لازم نفهم أن الحين حاليا عندنا طفل كان يتحكم في البول ويتحكم في العضلات الموصولة في المخ، كل شيء تمام عندنا، ويتحكم في عملية الإخراج. وفجأة بعد العملية النفسية التي حصلت للطفل، أو الصدمة النفسية نتكلم عنها بشكل واقعي، يعني لأن هذا الشيء منتشر في هذه الفترة في البيوت، ممكن يكون معنف من قبل أحد زملائه، أو معنف من قبل المعلم نفسه، يحصل عندنا تبول لا إرادي وقصب عن الطفل، يعني شيء يخرج بدون ما يسيطر عليه الطفل. فهذا طبعا نوع من أنواع الأمراض يحتاج إلى تشخيص، يحتاج إلى عناية خاصة والفحص المستمر بالأشعة مع الطبيب المختص لكي يتم علاج هذه الحالة. طبعا أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم درس قادم. وأتمنى يعني أن تكلمنا بشكل عام عن الموضوع، علاقة الصدمات النفسية بالبول اللا إرادي، وإن شاء الله نشوفكم بدرس قادم.